السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواطنونا مع وقف التنفيذ. ذكرى الاستقلال تعود مشاهدينا من جديد حاملة معها أمجاد الماضي وتحديات الحاضر بكل تجلياته على المواطن الجزائري الذي ينظر بعين الاعتزاز والفخر لما قدمه أجداده من تضحيات جسام لطرد العدو المستعمر من بلاده، كي يعيش هو في الأخير حرا طليقا ينعم بكل خيرات بلاده. غير أن الواقع المعاش وبعد 56 عاما من الاستقلال يطرح الكثير من التساؤلات حول واقع التنمية، الصحة، التعليم والحريات وكل الجوانب التي تلامس حياة المواطن اليومية. عبر هذا البرنامج مشاهدينا الكرام مواطنون مع وقف التنفيذ نحاول الإحاطة ببعض هذه الجوانب مع ضيوفنا. وأبدأ بضيفي في الاستوديو، أرحب بالسيد محمد أو صالح محمد معريش المدون والناشط الميداني، أهلا وسهلا بك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، شكرا على الدعوة، تحياتي للقناة، تحياتي لمشاهديكم في كل قارات العالم. أولا ربي يرحم الشهداء، وبمناسبة الذكرى 56 للاستقلال، يعني كأننا يعني احنا الآن الاستقلال في بالنسبة للجالية أو كل مغترب يعني ما كاش استقلال سواء في الداخل أو في الخارج، يعني صراحة الجالية لمست فيها هذاك الاحتفال طبعا. نعم. طبعا لا، ولا شوفي المفروض الجالية، المفروض المسؤولين في الخارج. نعم. يروحوا على الجالية، لأن الجالية مهمشة في الجواز. المغترب أو سواء بين قوسين الحراق، أنا ما نقولش الحراق بيطلوا الجواز السفر حتى يمروا له فمه، فكيف لهذا، كيف يحس بالوطنية أو كيف يحس بالانتماء إلى وطنه؟ هذا بالنسبة لخوتنا في الخارج، يعني فيه تسهيلات بالمقيم طبعا لأنه قانونيا، لكن فيه تعليمة سواء من وزارة الخارجية أو الداخلية تسمح للحراق أنه يمنح له جواز يعني استعجالي، لكن أنا رسائل تصلني يوميا بعض الأشخاص، رغم أننا خرجنا عن الموضوع شوية، لكن طبعا هذا خوتنا الجزائريين جزء من المعاناة، وأيضا هم أيضا مواطنين جزائريين. نعم نعم، هذا تهميش. أتمنى إن شاء الله حينما يديروا قرار يعني كما تعرفي يخرج من وزارة يعني هاد الناس يصدقوا القانون سواء من الداخلية والخارجية، فيعني يحترموا القانون ويعطوا لهذا الشباب جوازات وجواز جزائري وراح يديك. طيب فهمتي؟ كيف تنظر أنت بصفة عامة الاستقلال الجزائر تحت 56 سنة، نتحدث عن تضحيات جسام قدمها أجدادنا، كفاح ضد المستعمر الفرنسي، يعني كيف تبدو لك يعني واقع الذي وصلت إليه الجزائر اليوم؟ أنت كمواطن جزائري كيف تعبر على ذلك؟ والله أنا قلت لك شاب لم أحس بالاستقلال هذا، يعني رغم أن الناس يضحى وربي يرحمهم، لكن حاليا يعني كي تروح لأي مكان في المدن تاعنا ولا القرى يعني مهمشة، يعني صراحة تصلني رسائل. امس وصلتني رساله من احد القرى تطلب يعني مروحه، يعني في جزائري في 2018 يقول لك انا اسكن في بيت ما عنديش مروحه، يعني صراحه يعني هذا امر يخلي الانسان يبكي. وزيد على المشاكل، عندك مستشفى الدواء، مثال الدواء، واحد الدواء بعت لي واحد الشخص وصفه طبيه انتاج، يعني عندي الوصفه والدليل هنا اذا حبيت نوري لك، وصفه مخدومه في صيدال والدواء غير موجود، يعني اين هو الاستقلال؟ الاستقلال المستشفيات، المدارس، لو تروح إلى القرى والمداشر، مدارس بنيت في السبعينات، يعني هذا آخر دليل. الطريق سريع، يعني كل الدول عندها طرق سريعة، لكن مقارنة بطريق سرق نهب، يعني المبلغ اللي سرقوه اللي صرفوه على الطريق هذا، يعني مبلغ يتبني أكثر من 50 مستشفى. طيب هذه عناوين كثيرة يختزلها الشعب الجزائري أو يختصرها عندما يتحدث على 56 سنة مرت منذ حصول الجزائر على استقلالها، منذ هذا ربما أناقشه مع السيد مصطفى أمين الصحفي والناشط السياسي، حدثنا من بومرداس، أهلا وسهلا بك سيد مصطفى. يعني كنا نستمع لرأي صالح معريش ويتحدث على واقع الجالية، هنا يتحدث على واقع وإحساسه هو باستقلال الجزائر. ماذا عنك يعني بعد مرور هذه السنوات، كيف يشعر المواطن الجزائري بذكرى الاستقلال؟
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اولا كما اولا نهنئ الشعب الجزائري نحن كجزائريين بذكرى 56 سنه استقلال الجزائر، لكن مع الاسف ما نشوفه بعد 56 سنه الاستقلال كل ما يفكره الشاب الجزائري، مع انها هي ايضا عيد الشباب، كل ما يفكره الشاب الجزائري بعد 56 سنه الاستقلال هو كيف يغادر هذا البلد. يعني اي شاب جزائري سواء كان خارج الجامعه او اي شاب افريقي يقول له مش مرحبا بك، ولكن نخلوا كيف نهجر البلاد هذه. هذا بدك هنا نقص السؤال انه ماذا فعلنا باستقلال تاعنا؟ طيب انا اضيف لك فقط استطلاع للراي نشر في احد الصحف الجزائريه قبل سنوات تحدث على انه 80% من الشباب الجزائري يفضلون الحصول على الجنسيه الفرنسيه والخروج من الجزائر. يعني ما الذي دفع الى هذا الواقع المرير الذي اصبح فيه المواطن الجزائري يحبذ الذهاب للبلد الذي كان بالاصل يستعمره يوما ما؟ يعني هذه الثنائيه ما الذي كيف يمكن ان نعبر عنها؟ ما السبب؟ لماذا وصل بنا الحال الى هذا الحال؟ الشعب الجزائري الان ما يهموش الا الجنسيه الفرنسيه فقط، تعال اعطي له اي جنسيه اجنبيه، الهمه الوحيد فقط هو سوى مغادره التراث الوطني، وهذا ليس كرها في وطنه، بل كرها في النظام الذي يسير هذا الوطن الذي فشل في تنميه بلد برمته، لما نرى 70% شباب نرى نسبه بطاله كبيره، هذا هو الدافع اللي يخلي الشاب الجزائري يكتف باي جنسيه حتى ولو كانت جنسيه افريقيه فقط لمغادره هذا البلد. يعني لماذا يحب يغادر؟ يعني ما الاسباب التي تدفعه الى التفكير في المغادره؟ ولا نخر دليل في قوارب الهجره الجماعيه التي باتت يعني السمه الظاهره اذا اردنا ان نتحدث عن الشباب اللي هم امال وطموح وكذلك هم المستقبل هذا البلد في النهايه. الشاب الجزائري يعني يفضل مغادرة الجزائر فقط لم يجد الفرصة، لم يجد عمل كريم يعني الذي يستر هو وعائلته، لم يجد ما يريد أن يرى كما يرى جيرانه سواء هنا في القارة أو ما يرى أيضا، حتى لما تأتي عائلته سواء من الخارج يشوف أنهم رغم عندهم كما نقول احنا راه عنده مستقبل، راح عنده شاف يشوف واحد راح عنده كل الامكانيات وهو مازال راه خارج الجامعه مازال كما خلاه كما سافر هذا جاره اللي راح وخلاه. بل الشاب الجزائري الان لما يفضل مغادره التراب الوطني هو للبحث عن مستقبل ظاهر كما نقول باش يستر روحه باش يستر عائلته. هذا هو هدف الشاب الجزائري يبحث حتى باش يتخلص عن المصطلح كما نقولوا هنا قاعد هنا في الجزائر اسمه الا المصطلح الشرعيه الثوريه يجي للمجاهدين مع احترامنا للمجاهدين يجد ان بعض الناس مازال عندهم كل الامتيازات للشاب الجزائري هو الان ما عندوش، اللي هي لازم تكون من اولويات الشاب الجزائري، لهذا الان الشاب الجزائري همه الوحيد فقط هو مغادره كيف يغادر هذا البلد. طيب ارجو ان تبقى معنا مصطفى امين، اعود اليك ضيفي في هذا النقاش، نريد ان نعرف الاسباب لماذا يعني منذ استقلت الجزائر الى الان اين يكمن الخلل؟ لماذا لم ننجح في بناء دوله التي بالعكس هي التي تستقطب ويرغب الناس في ان ياتوا اليها ولدينا كل بعض يتحدث كل امكانيات دوله بحجم قاره 70% او اكثر من 70% منها شباب، امكانيات ماديه، موارد طبيعيه، يعني ما الذي منع الجزائر من ان تكون في تلك المرتبة أو في تلك المرحلة التي كانت مأمولة منذ الاستقلال؟ أولا هي تراكمات منذ الاستقلال، يعني ما قبل الاستقلال إلى يومنا هذه هي راجع للرجل المناسب في المكان المناسب. ثانيا كما بصراحة يعني صراحة مانيش أنا نعبر على نفسي مش نعبر على آخرين، يعني الانتخابات اللي صارت في 92 رجعت البلاد 500 سنة للوراء صراحة، شباب ماتوا، شباب مفقودين، شباب، وهذا جزء من المعاناة اللي تعانيها الجزائر. لو درنا ناس يعني مخلصين في الحكم لخدمة البلاد وتطوير البلاد لكان حالنا مثل سنغافورة. سنغافورة دولة صغيرة استقلت يعني أو انقسمت على ماليزيا في سنة 1965، بينما احنا استقلنا في سنة 1965. سنغافورة كان عندها الاحتياط يوم الاستقلال 5 ملايين دولار كانت تبيع الحوت والحطب
حاليا في 2018 سنغافورة 2018 والجزائر 2018 صراحة يعني هذا هو السبب، والسبب اللي جعل البلد متوخرة لكثرة الناس المصفقين، المصفقين على الفساد. الآن الناس هذو اللي سيصفقوا على الفساد ويشوف البلاد راح الواد، البلاد راح كما يقولوا المصريين في 60 داهية. يعني صراحة يعني السؤال مطروح، تلقي طبيب يسفي يفيد الناس ويخدم البشرية ويخدم المجتمع، يخلي المركز تاعو كطبيب ويروح يرشح روحه في برلماني أو بلدية، وهذا السؤال يبقى مطروح لماذا؟ يعني فساد هذا الإنسان، هذو ما يخافوش ربي، الناس مش حابين يخدموا البلاد، الناس يحبوا البلاد نعرفوا في الدول المتقدمة يخدموا متطوعين. وشي الآخر يعني شبابنا 75، الأخ مصطفى ذكر بلي 75%، أنا أقول 75 و80% شباب هما أمل المستقبل، هما أمل هذه الأمة. ماذا يرد عليك يقول لك الدولة وفرت التعليم المجاني، وفرت المرافق، عدد الجامعات هي موجودة، نظام التعليمي فيه إصلاحات دورية، يعني كلها عوامل إيجابية كان مفروض أن تؤدي لنتائج أفضل. والله شوفي، منظومة التعليم الآن أفسدت، بدليل أنك إذا أردت تبني مجتمع ركز على التعليم والتربية والتعليم. مشروع بن بوزيد 18 سنة وهو يحطم في الشباب، كما تشوفوا الشباب هذا الآن هو خريج مدرسة بن بوزيد، مازلنا ما شفناش مدرسة رمعون، يعني مستقبلا نشوفوا الفساد. ف يعني الشيء الملاحظ يعني الشبابنا مسكين جهلوه ضيعوه، اصبح يحلب بالهجره لانه لم يجد الامل، لم يجد المستقبل. طبيب يقرا مش عارف 7 سنوات وبعد ذلك يرمى ويطرد فيه، يصير واحد شخص يعني بدون مستوى يضرب طبيب، والامثله كثيره. نديك القرى مدارس يعني مبنيه بعد الاستقلال، مازلت يعني صورت مقاطع من قبل، يعني كيف الاستقلال والتلميذ يعني ما عنده شنو يدرس، كيف الاستقلال والعامل في شركه في واحد الشركات في الجزائر يمشي في الكاميو، تعال عندي صور في الشركه الوطنيه السكه الحديديه يمشي في منطقه صورتها المنصوره في 2018، نقل عمومي لنقل العمال في شاحنه، يعني الا يستحون؟ طيب. يعني هذا جزء من المعاناة اللي يعني المجتمع تطرح على التنمية مصطفى أمين، مجال التنمية حتى كانت صور ظاهرة في احتفاء بذكرى الاستقلال، هناك أطفال ظهروا واحد بدون حذاء والآخر كما سموه بمصطلح الجزائري بليغة أو حذاء بالي ومقطع، يعني هذه المظاهر لماذا يعني التنمية في الجزائر كانت عقبة كبيرة ولم تنجح؟ وضرب لك النموذج لسنغافورة لتركيا لكثير من الدول التي انطلقت من الصفر ووصلت الآن إلى ما وصلت إليه. نعم، أراك أنا بالصدفة أول أمس كنت في ولاية بشار، بالتحديد بشار. أراك لما نرى صور احتفالات وفرح في العاصمة، الجزائر العاصمة ليست هي وحدها الجزائر، لدينا 42 ولاية، يوجد أباك لما نذهب للجنوب نجد ناس لا تعرف حتى شيء اختراع اسمه هاتف، لا تملك حتى أدنى شروط الحياة. يعني لما تروح لهذاك المواطن من الجنوب، ربما لما نسأله عن وحدثت لما نسأله حتى من هو رئيس الحال من الجزائر لا يعرف. هذا هو المشكل والدافع الذي يدفع بالجزائري للمغادرة. ولما لما تحدث أخي صالح عن المنظومة التربوية، يعني لما نتحدث عن بن غبريق أو غيره هذا ليس هو المشكل، لأن بن غبريق هي مجرد غصن من جذع أسد، يعني المشكل من الشجرة. المشكل من الشجرة فقط، هذا هو المشكل. لما نتحدث الآن يجب أن نقوم بإصلاحات جذرية. طيب. شكرا جزيلا لك مصطفى أمين، واعذرني فقط حتى أفسح المجال لباقي المتدخلين، وسنتحدث في آخر الحلقة بالتأكيد على ما هو المطلوب أيضا من أجل إرساء التنمية، من أجل تحقيق أهداف التي من أجلها جاءت الثورة ومن أجلها طرد المستعمر الفرنسي. ينضم إلينا من بشار عبد القادر غازي الناشط في المجتمع المدني، أهلا وسهلا بك سيد عبد القادر غازي. ونحن نتحدث في ذكرى الاستقلال، وكنا تابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت هناك احتجاجات شعبية في مدينة بشار، هل كان تضعنا في الصورة وش كان الواقع في بشار؟ أهلا وسهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعلى كل طاقم المغاربية والمشاهد الكريم وكل الإخوة الأحرار والحرائر داخل وخارج الوطن. والله العظيم في الحقيقة ذكرى هذا الاستقلال يعني هو استقلال وهمي. أنا نعتقد ونقول بلي أنه استغلال عن الاحتلال. إحنا لم ننعم ولم نتذوق استقلال لأننا لا زلنا نعيش يعني تحت السيطرة وتحت الظلم وتحت القمع وتحت الفقر وعدم التنمية. وخارنا بلك كي قلتيها أقص باللي كان احتجازات مدينة بشار وهي ناتجة عن الاعتقاد وعن تذمر المواطن البشاري اللي راه يعاني من عدم السكن من عدم توزيع الأراضي الصالحة للسكن حتى الماء الصالح للشرب. صدقيني أختاه وصدقني للمواطن المشاهد بأن الماء يأتينا مسجل في التربة ونظرا للجفاف قلت نسبة المياه في التربة وأصبح الماء يأتي في الحالة فيها مملوء بالعين مع العلم أن الله سبحانه وتعالى حبانا في مدينة بشار بجسم جبلية تحتوي على عدة وديان وهناك عدة أماكن يمكن تشكيل شذوذ وخاصة سد الواد الأبيض اللي في الحقيقة قادر يكون يعني طاق وخزينة لولاية بشار كاملة يعني غطي في داخلي وتعامل في الماء الصالح للشرب لكن نشوفوا مراوغات نشوفوا كذب نشوفوا نفاق نشوفوا عدم تحمل مسؤولية. طيب نعم أرجو تبقى معي سي عبد القادر غازي ونحن نتحدث عن المواطن بشار وأيضا الاحتجاجات التي وقعت الجمعة حول المطالب مواطنين حول المياه وغيرها كما كنت تذكر. ينتظم إلينا من الجزائر المختصة الاجتماعية زهرة فاسي. أهلا وسهلا بك زهرة ولك أيضا نفس السؤال الذي بدأت به مع كل ضيوفي. كيف تنظري أنت كمواطنة جزائرية لذكرى استقلال الجزائر وماذا بعد الاستقلال كما يتساءل الكثير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أختي الفاضلة وأحيي جميع ضيوفك وأحيي كل مشاهدينا عبر العالم. أولا أحيي شعبنا العظيم الذي يحتفل بأغلى عيد وهو عيد الاستقلال والشباب. ما سمعته اليوم من مداخلة السيد الفاضل الذي تكلم عن بشار كل ما يقع اليوم من اختلالات هي تعود إلى اختلالات كثير على المستوى البلدي والولائي. الجزائر اليوم التي وزعت 50,000 سكن 50,000 سكن عبر بعض الولايات وأضافت 50,000 سكن آخر. جزائر اليوم هي جزائر المشاريع وجزائر النهضة الكبيرة على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياحي والفلاحي. وأنا كناشطة المدني أنتمي إلى 15 جمعية وطنية ومنظمات وطنية. نحن في الميدان دائما أينما وزعت السكنات نكون متواجدون في الميدان. الجزائر اليوم رغم بعض النقائص التي يتسبب فيها رؤساء البلديات بتسهيلهم المعوج وبعض الولات بعض الشريحة من الولات يعني تغيب عنهم روح المسؤولية والضمير المهني يعني التسيير على مستوى الدولة سلس التسيير على مستوى الدولة سلس لكل المشاريع. الخلل فقط يقع في التنمية على رؤساء البلديات وكذلك المجالس الولائية هذا ما تقصدين؟ لأن البرنامج الوطني واضح برنامج تنموي واعد. يعني لو أخذنا مقياس سأقول لك حبيبتي أن جزائر اليوم هي العملاق الإفريقي الذي سيستفيد رغم ما عانته الجزائر طيلة عشرية سوداء كاملها بكل ألوانها أقول سوداء وحمراء إلى آخره. نحن اليوم نقطف ثمار المصالحة الوطنية والوئام المدني
وخرجنا من قبضة أظافر مؤامرة داخلية يعني طبقها جزائريون على إخوانهم الجزائريين. نحن الآن دخلنا مرحلة البناء والإعمار بعد تهديم للمباني والعقول. نحن اليوم لنا باعا طويلا وباعا باعا كبيرا في البناء الوطني وبعث الروح في الاقتصاد الوطني والسياحة والفلاحة. أصارحك أختي الفاضلة أن الوطن أن الجزائر عاشت عثرات تاريخية منذ وفاة الرئيس هواري بومدين، ولم تتخذ تلك القرارات الصارمة لبناء الجزائر حتى انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999. رئيسنا الحالي مصر على إنقاذ الجزائر في كل القطاعات يعني إصرارا كبيرا. طيب زهرة فاسي، يعني ذكرت الكثير من المعطيات أريد أن أناقشها مع ضيوفي، أرجو أنك تبقي معي. طيب هنا يعني الجزائر ما زالت في مسيرة البناء منذ الاستقلال، الآن مرت بالكثير من الإرهاصات والصعوبات العشرية السوداء، وهناك رغبة قوية في البناء، واي خلل يقع هو على مستوى البلديات ومجالس الولايات هي التي تتحمل. والله البحبوحه الماليه اين راحت المشاريع الوهميه هذه؟ مع احترام السيده الفاضله، عندنا مستشفيات، لماذا الرئيس يروح للخارج يداوي؟ اين هي مستشفياتنا؟ اين هي المدارس؟ اذا كان عندك مستشفيات كما تقولين اختي، لماذا الرئيس يعالج في الخارج؟ يعني سؤال مطروح هذا، كل جزائري يسالوه، مش لست انا الوحيد اللي سال السؤال هذا، لكن لماذا الرئيس يروح يداوي في الخارج؟ فيه رياضي يعني مع ربي شافيه نذكره هنا واسمه مراد فضيلي، لاعب سابق، لاعب في فريق مولودية العاصمة، فريق شوية، فريق سمطينة، فريق عين البيضاء، صار يطلب المساعدات بيده للخارج. يعني ليش لماذا هذا اللاعب ربي شافيه ونحييه من هذا المنبر، لماذا لا يعيش في بلده؟ لماذا هو الآن يطلب المساعدات من الشعب بعد ما عجز عليه علاجه للدولة؟ لماذا لا يعيش في بلده؟ أين هي المستشفيات هذه؟ أعطوني دليل أن هذا السيد أدوه على الجون جوبا وقنعوني أنا هنا. ما هو رأيك سيد عبد القادر غازي؟ يعني تسيير يعني البلديات، المشاكل التي تعاني منها بعض البلديات وخاصة منها النائية المتعلقة بنقص المياه، المتعلقة بنقص المرافق وغيرها. سيدة زهرة تقول لك بأن تتحمل المسؤولية أكبر، هم رؤساء البلديات وهم المنتخبين لنقل من طرف الشعب. يعني بالنسبة لك هل يكون الخلل في هذا الجانب أيضا؟ والله الأخت الإخوة المنتخبين لا يقومون بدورهم ولم يوفوا بعهودهم الثقة اللي وضعوها فيهم المواطنين. المنتخبين لا يشاركون في التنمية. التنمية منعدمة في ولاية. لكن سيد عبد القادر، البعض يتحدث يعني هناك مخصصات مالية من الدولة هي التي بإمكانها أن تحدث تلك التنمية المتوازنة بين كل يعني لا يصبح هناك فرق بين قرية وقرية أو ولاية وولاية. يعني التنمية نحن يعني شاهدنا يعني خاصة هنا خلال فصل الصيف انعدام المرافق الترفيهية، انعدام المرافق بالنسبة للأطفال أين يتوجهون. يعني ممكن تابعت أنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني حملة الاستهزاء بالمسبح الذي تم تدشينه من قبل الوالي في مدينة ميلا. يعني هناك الكثير من الجوانب التي ينظر إليها المواطن كفيها جوانب نقص وتقصير، يعني بغض النظر عن من يتحمل المسؤولية، لكنهم يقولون ليس هذه الجزائر التي أريدت بعد الاستقلال. والله الأخت الهياكل القاعدية أو الأماكن للتصوير العائلي ولا مكانش، صدقيني بأن هناك شيوخ وهناك أطفال صغار يموتون من شدة الحر، من شدة الحرارة. للمذابح علاش ما تبقاش الاحياء؟ ما المفروض اننا نعيش استقلالا حقيقيا؟ الجزائر الحمد لله ثريه وغنيه، لو كان كانت النيه الحسنه وحسن التدبير لكان في كل حي مسبح خاص بابناء الحي. احنا المواطنين راهم يموتوا في الطريق تنقل في الشمال للعلاج. لماذا لا يكون مستشفى جامعي في مدينة بشار؟
احنا نشوفوا باللي التفجيرات النوويه في مدينه الدار لا زالت الاثار الى غايه اليوم. لماذا لا يشيد مستشفى جامعي يعني مختص الأمراض هذه الصديرة التي لا زال الأطفال يولدون مشوهون؟ المواطن في الجنوب عامة محظور، ما عندهش قيمة، ما عندهش قدر، وللأسف الشديد النفط والبترول من تحت أرضه وهو ما يزال منا إلا القليل. احنا في السلطات، هذه الشرطة المتسلطة، هذه الشرطة الدكتاتورية، هذه اللي ما راهيش ولات المملكة، هذه راه ولات إمبراطورية نتاع فساد نتاع ناس. حنا كلنا جزائريين، حنا راه يتهمونا بالأيادي الخارجية ويتهمونا بالإنتقاليين. حنا نضحي من أجل الوحدة الوطنية، نضحي للجزائر كاملة مكمولة. حنا مرقوطين في الجنوب، حنا مخصوصين في الجنوب، الجنوب لازم ينال حقه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. طيب عبد القادر، ابقى معنا زهره فاسي، ما هو رايك؟ وش كان الشيء اللي كان يقوله صالح؟ طرح مشكله، لماذا المستشفيات ما كانش في الجزائر وين يقدر المواطن يعالج بكرامه؟ وايضا طرح السيد عبد القادر غازي يتحدث على ايضا المرافق العموميه، يعني وانت على صفحات التواصل الاجتماعي وترى الكم الهائل من الاستهزاء بالمسبح الاصطناعي الذي تم تدشينه من قبل الوالي، والحديث يعني ليس على هذا الجانب فقط لكن على الجوانب كثيرة. فترة الصيف تفضح الكثير من التقصير في هذا الجانب. الأولاد يأخذوا عطلة دراسية 3 شهور ما عندهمش وين يروحوا، هناك كمية غرق رهيبة للأطفال في المناطق الغير صالحة للسباحة، يسبحوا يعني بين قوسين في البرك في البراجات وغير ذلك من المناطق. يعني هذه الأمور لماذا بهذا الشكل ونحن نتحدث على دولة بحجم قارة؟ نعم أختي الفاضلة، أنا أحترم آراء ضيوفك الكرام. نعم. كل واحد يعبر عن رأيه، ونحن في الجزائر لنا حرية الرأي رهيبة، يعني كل واحد الآن يعبر عن رأيه ورأيه يعني محترم. نعم. أنا أقول لك فقط سيدتي الفاضلة أن المشكل مشكل تسيير قاعدي، يعني أنا ألوم الأولياء الذين لا يعرفون قيمة أسرهم ويرسلون أولادهم ليسبحون في البرك. أنا ألوم رئيس البلدية الذي لكن ولي الأمر لو وجد مسبح متاح وبه حراسة هل كان سيدفع بابنه؟ نعم سأصل إليك. نعم حبيبتي قطعتيني، قلت لك إذا كان رئيس البلدية يرى الأطفال سنة بعد سنة وله عودة سنوات في البلدية ويرى الأطفال يعني هناك حالة وفاة واثنين وثلاثة في بلديته ولا يقوم بمشروع مسبح، يبني مسبح محترم في البلدية تعود لرئيس البلدية ورئيس الدرع وعلى رأسهم الوالي. الآن فيه عملية تنظيف العنصر البشري المسير في الجزائر، بدأت الآن تظهر عرقلة هؤلاء لمشاريع الدولة بكاملها، وبدأ يظهر ذلك الإجحاف في تسيير المال للمشاريع. معنا هنا بدأ الآن تلك الرؤية الحقيقية لوضع الوضع رئيس الدائرة والوالي المناسب الذي يكون عين ساهرة على الولاية. أنا أحترم كل الآراء، أقول لك فقط بأن الآن اتخذت عدة إجراءات ميدانية. سيدة أنا ما حبيتش نقاطعك زهرة فاسي، لكن في نقطة حساسة، أنت قلتي بأنه المسؤولية. نعم. والتقصير يقع على عاتق هؤلاء الذين ظلموا المواطن ولم يوفروا له، لكن هو في النهاية يقول لك أنا ما عنديش ميزانية، يعني الدولة هي اللي تعطي ميزانية للبلديات وتحاسبهم في النهاية على ما أنجزوه من مشاريع تخص وتهم المواطن بالدرجة الأولى. شوفي عزيزتي، الدولة أنا أصارحك في القطاع الفلاحي منحت ملايير كدعم فلاحي، أمام الملايير وجدت مئات الذين استلموا هذا الدعم خانوا المشاريع وذهب الدعم إلى جهات أخرى ولم تزهر الأراضي ولم تنبت قمحا وشعيرا وفاكهة وخضرا.
منحت الملايير عبر الولايات القطاع السياحي، وقع فيه تلاعب بالأراضي والعقارات السياحية من الذين لا يخشون أو ما يحشموش على دم الشهداء في الجزائر. نحن مشكلتنا الآن مشكلة الحنكة في التسيير، ومشكلة يقظة الضمير، ومشكلة الضمائر المملوءة بخشية الله والوطنية. من يخشى الله في دماء الشهداء يعمل، ومن له ضمير مهني جزائري حر يعمل. نحن الآن في مرحلة تنظيف المكاتب من أشباه المسؤولين الذين يعبثون بالميزانيات. أنا بالعكس أنا أحيي بخشوع الدولة الجزائرية التي منحت الملايير لازدهار هذا الشعب ومشاريعه ودولته. لكن هو يقول لك في النهاية ما هوش يلمس، يعني الملايير صرفت لكن هو ملمسش، يعني ما وصلش المواطن أنه يحس بهذه الرفاهية. المواطن هو الذكي وأيضا يقارن، لديه تجارب في دول الجوار. يعني إحنا الآن أنت أنه الجزائريين في الصيف يروحوا كلهم يقضوا إجازاتهم في تونس، والبعض يروح لتركيا. هذا يعني من استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن لم يستطع إلى ذلك سبيلا يقتلوا سخانة ولا يمشي الشواطئ، يعني يلقاها يعني أكرمك الله يعني ليست بالنظافة الكافية، ولا ما فيش مرافق ترفيه، ولا يأتي فصل الصيف فعلا تصبح مشكلة بالنسبة للعائلة تجعلهم يطرحوا ألف سؤال، لماذا البلد تاعنا مش كما بلدان أخرى استقلينا في نفس الفترة، والبعض استقل حتى بعد الجزائر وبدأ التنمية بعد الجزائر ووصل، لما لم يصل له الجزائريين في النهاية؟ عزيزتي الجزائر قطعة من الجنة، شوفي كم يعني كم كيلومترات يعني من السواحل وقطعة من الجنة، والشعب الجزائري بين قوسين يقف. الشعب الجزائري فاق بأن من يسير على المستوى القاعدي يريد عرقلة المشاريع. الشعب الجزائري إذا ذهب إلى تونس الشقيقة وكان مساهما في ازدهار قطاع السياحي في تونس الشقيقة، هذا شرف لنا، لأن تونس أخت وشقيقة، ونحن الجزائريين لا يمكن أن نفصل على الوحدة المغاربية. شيء آخر، الجزائري اليوم يعرف قيمة بلاده ويعرف أن له شواطئ ومنتجعات سياحية إلى آخره، ولكن من يضع المبلغ تاع الفندق ب 6000 دينار للجزائري هو صاحب الفندق مسؤول على بذلته في المشاريع السياحية. الدولة لم تشجع غلاء الأثمان للفنادق. أقول لك بأن الجزائر قطعة من الجنة. الآن أصبحنا نستقبل السواح للأجانب حتى في الصحراء، عندما نقول صحراء ليس فيها شيء، ولكن الأجانب اليوم أذهلوا بجمال الصحراء ويأتون ويقضون الشهور من السياحة، السياحة الشتوية الربيعية والصيفية. إذا كانت الحرارة عالية في الجنوب، فالجنوبنا صحراء الحرارة عالية. ولكن هل المسؤولين لهم حرارة الضمير وحرارة الوطنية ليكونوا أوفياء؟ طيب. ابقى معنا زهرة فاسي، ابقى معنا، ينضم إلي من بشار شقيق السجين يوسف وهابي. سيد عبد الوهاب وهابي أهلا وسهلا بك، نشركك في النقاش، أنت أيضا مواطن جزائري، كيف تنظر لذكرى الاستقلال؟ ما هو شعورك وكيف وما هي الجزائر التي تطمح إليها في النهاية؟ الحمد لله والسلام على رسول الله. وكل فاضلة، أنا من مواليد الستينيات، يعني بتوصيل من مواليد الاستقلال. نعم. منذ نعومة أدار الجيش لما كنا في الابتدائي والمتوسط كان عندنا شعور بالاحتفال بالاستقلال. لما تحل ذكرى 5 جويلية يعني يأتينا شعور عجيب، كيف شاهدوا آبائنا وحروا هذا الوطن من المغتصب المحتل الفرنسي. لكن شيئا فشيئا بعد طبعا بعد الاجمال اللي عرفه الجميع والتداعيات الاجتهاد، يعني اصبح الامر مختلف تماما. واكبر دليل على ذلك ان في المدينه التي احدثك منها الان، مدينه بشار، في يوم الاستقلال المفروض الذي يفرح به الناس يخرج شباب واطفال وفتيان مدينه بشار في حرق ممتلكاتهم، اقول ليس ممتلكات الدوله، أنا لا أسميها الآن حتى الممتلكات العمومية، يحرقون ممتلكاتهم كأنه جنون. هل هؤلاء مجانين؟ هؤلاء ليسوا مجانين، وإنما هي الوضعية الكارثية التي وصل إليها شباب الجزائر بعد الاستقلال، برياد التنمية والشبرة والتهميش.
كيف نسمي هذا الاستقلال؟ هو استقلال أم استقلال؟ الأمر خطير جدا. شوف أنا أقول لك بكل صراحة الذين يتحدثون عن التنمية وكذا وكذا في ظل نظام فاسد ونظام محتكر للسلطة ونظام مستفيد. سيدة زهرة تقول لك هناك إصلاح، تقول لك هناك محاولة لإصلاح وتطهير البلد من الفساد، تقول لك الفساد راه موجود على المستوى القائمي على المستوى المحلي. نعم، إذا عرفنا تنمية وإذا عرفنا اقتصاد وإذا عرفنا ترفيه ورفاهية هذا الشعب الذي جاهد وكافح أباؤه من أجل الاستقلال، أولا يجب أن يعود الخيار للشعب، هذا أول شيء، لأن لا تكون ليس هناك اقتصاد ولا تنمية بدون الحرية واختيار للشعب. كيف تتصوري أن سلطة فاسدة عندها ملايير من ممتلكها في هذا الشعب والمحيط فاسد؟ وكما قال يعني وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما تأتي مجموعة عصابة تمكنت من السلطة استنزت أموال الشعب، ولما بعد 4 سنوات يجي يقولوا لك بلي الوزير الفلاني خائن والوزير الفلاني سابق والمدير الأمن الفلاني فاعل تارك، كيف هذا السيناريو دائما متكرر؟ الأمر لأنه ليس هناك مراقبة حقيقية، هذا هو. يجب أن يعود الخيار للشعب حتى يتمكن من محاسبة من يعين محاسبته وإقالته. أما أن يستمر هكذا كلما تأتي مجموعة تستنفي خيرات الشعب ثم تأتي مجموعة أخرى وتلعن سابقتها وهكذا الأمر الوليد فسنبقى هكذا في دوامة. الأمر واضح واضح واضح. وأنا أقول بكل خصوص أنا لا أدعو إلى الجهوية ولا إلى التجزئة ولا إلى التمرد ولا إلى الانفصال، وإنما أقول الشعب الجزائري بكل ولاية 48 كله يشارك في هذه المعاناة، لكن تبقى نسبية. بالنسبة للولايات الجنوب ومدينة بشار أنا أقول لك باختصار، رغم الاحتياطيات الموجودة في البترول والغاز القديمة جادوا مؤخرا وأعلنت في قنواتهم قناة أبواب السلطة بأنهم جادوا اكتشفوا مؤخرا يعني احتياط كبير من النفط في مدينة بشار. أقول لك خيرات مدينة بشار أو مدينة ورقلة أو حسين كعب وغيرها يعني كافية بأن تكون تحتوي ولاية الجزائر أفضل من تبعث والخليج. لماذا لا يتعصى هذا الشعب؟ دائما هو في رهينة معلش القضية. شوفي ليس هناك حكم راشد باختصار، عندما يحيد حكم راشد بأقل الموارد بأقل مما نمتلك الآن. طيب عبد الوهاب أريد أسألك سؤال، يعني في خضم في كل ما تذكر أنت شقيق سجين سياسي تحدثنا من بشار، يعني هذه الفئة هي مواطنين جزائريين، كيف تشعر في هذه المناسبة؟ نحن نتحدث عن الاحتفال بالاستقلال الجزائري. نعم. أنا محبط، شعوري محبط. كيف محبط؟ في ذكرى الاستقلال، في ذكرى الاستقلال يسمعوا إن كل ذكرى، ذكرى الاستقلال أو ذكرى المذيع على الثورة التحريرية، دائما تخرج مجموعة مساجين، رئيس الجمهورية أصدر عفو رئاسي، رئيس الجمهورية تعفو. هؤلاء أنا أتحدث بالضبط عن المساجين السياسية، المساجين الأزمة السياسية، لأن المساجين الأزمة الجزائرية، الأزمة الوطنية من الذين يقطعون في السجون منذ 1993، الآن دخلوا في العقد الثالث وهم في السجون. طيب. الآن بعضهم في 24 سنة، 25 سنة، 26 سنة في السجن، يعني يقضون في السجون النظام الجزائري أكثر مما يقضي أفراد المقاومة والشعب الفلسطيني في سجون إسرائيل، هذا واضح. شكرا جزيلا لك عبد الوهاب. شكرا جزيلا لك وعذرني المقاطعة لضيق الوقت، تحولك ضيفي يعني ضيفي أخذني إلى جانب أريد أن أتساءل عليه ونحن نتحدث عن الاحتفال بعيد الاستقلال، جانب الحريات في الجزائر، حرية التعبير، يعني هذا الجانب والعمل السياسي كيف يبدو لك أنت كمتابع؟ والله صراحة يعني أرى أشياء يعني حسب رأيي، يعني كان في بعض الأحيان ما تعجبش المستمعين، يعني صراحة الواحد يروح يصلي يعتقلوه. يعني في الجزائر في 2018 أين هو الاستقلال بالنسبة للناس؟ الحرية وحرية الرأي، حرية الرأي، واحد يروح يصلي والله في هنا في الدول المحترمة يدرك مصلى في المدرسة، مصلى في المطار، مصلى في الكلية، يعني بينما شخص يعتقل يعني في يروح يصلي يعني عيب، هذا يعني جزء يعني من المعاناة. يعني صراحة بالنسبة لي أنا يعني أشياء كما هذه، يعني العدل أساس الحكم، حينما يكون العدل يصلح الحكم ويصلح التعليم ويصلح الصحة، وإحنا لا صراحة العدل هو اللي خاصنا والناس الحكم الراشد. والشيء الآخر اللي راحته في وسائل التواصل الاجتماعي الآن
بلديات رؤساء بلديات يعني يديروا في فضائح. يعني صراحة المفروض أين هو العدل في محاسبة هؤلاء؟ خلينا على المخدرات اللي دخلت بها قوسين، هذيك شيء آخر. هنا نهضروا على رؤساء البلديات، لأن تبدأ المحاسبة من رؤساء البلديات، يعني فضائح على وسائل التواصل الاجتماعي بدون ذكر الأسماء. يعني أين هي العدالة في محاسبة هؤلاء؟ بينما شخص يروح يصلي يجوا 10 ولا 20 يعتقلوه. انا ما حسب ما نقولش الاشخاص اللي مامورين هم يعتقلوا. ممكن تذكر لنا فقط هذه الحادثه؟ اي حادثه؟ تاع الصلاه، انت قلت شخص يروح يصلي. والله انا اشوف شخص علي بالحاج. نعم علي بالحاج، انا لست مع اي شخص، لكن كجزائري من حقه ان يصلي. يا اخي اختي، يسمح لمغني فاسد افسد المجتمع بالغناء الهابط بينما شخص يروح يصلي يمنع ويعتقل من طرف 7 و8 اشخاص؟ يعني عيب عار في يوم الاستقلال، في سنه في عيد الاستقلال، عيد الشباب 2018. صراحه يعني ليست الجزائر التي عهدناها ارض الثوار تدعم كل الناس يحبوا الاستقلال، بينما المواطن في بلده يعني مظلوم. طيب ما هو رأيك سيد عبد القادر الغازي في هذا الجانب؟ نتحدث على حرية الرأي، حرية التعبير، نتحدث على كما كان يشير ضيفي قبل قليل نموذج مساجين سياسيين ما زالوا يقبعون في السجون إلى الآن، حرية التظاهر يعني مضبوطة بشكل لا يسمح للمواطنين بالتظاهر بالتعبير عن غضبه في بعض الأحيان لبعض السلوكيات أو لبعض المظاهر الاجتماعية. يعني هذا الجانب كيف يمكن أن نعبر عنه حسب رأيك سيد عبد القادر الغازي؟ سيد عبد القادر انت معنا؟ يبدو اننا فقدنا نشط في المجتمع المدني من بشار. سيد عبد القادر الغازي اتحول لك زهرة فاسي، ولكن ربما ان تردي على هذه الجزئية طرحها ضيوفي وهي مطروحة بصفة عامة، حرية التعبير وحرية الرأي في الجزائر. انت ذكرتي قبل قليل وقلتي انه الجزائر الناس كلها تعبر والناس كلها عندها حرية رأي، ولكن هل ترين بان هذا المجال كافي بالنسبة للجزائريين؟ سيدة زهرة فاسي تسمعين لنا؟ سيدة زهرة يبدو أن فقدنا سيدة زهرة فاسي، إلى أن تعود إلينا من جديد. أعود إليك صالح، ما المأمول، ما المنتظر؟ أنت كجزائري كيفاشك تحلم؟ والله إحنا نتحدث اليوم على 50-56 سنة، نتحدث بعدها على 70 سنة أو حتى 100 سنة، كيف سيكون واقع الجزائر؟ والله واقع الجزائر إعطاء الفرصة للشباب، شبابنا المثقف، كفاءاتنا سواء في أي مجال، والتركيز على التنمية البشرية. كما ذكرت دولة سنغافورة ركزت في التنمية البشرية، نموا الشعب، فيجيك شباب ناضج واعي المسؤولية. بينما شخص يعني بينه وبينك بين قوسين 80 سنة و 60 سنة وفي الحكم، يعني ما طور البلد، فبقت نفسها كأننا لم نستقل. والبنيان اللي موجود في الجزائر العاصمة كله بنات فرنسية. لو تستمع للأخت الضيفة تاعك تقول لك بنينا بنينا، الناس هنا 50,000 أو مليون سكن هنا لا يحتفل بها، تجيك رسالة من البلدية ويدوك تأخذ سكنك بدون تطبال وتصفيق. حق المواطن، وهذا حق المواطن، ليس من جيوب الرئيس أو المسؤول. هذه البلدية تعطيه سكنه كباقي البشر، هذه جزء من حقوق الإنسان، حقوق المواطن. بينما احنا يديروا لها قفة حس عياط ويخدروا. واحد استمعت له يعني شيخ قال هذا مسقلي 80 سنة مسكين 80 سنة ويستكن انتظر سكن 18 سنة وبعد ما اعطوا السكن قال انا استقليت. ربما هذه عبارة لديها الكثير من المعنى والتعبير. والاستقلال مش في السكن، الاستقلال في العدالة، الاستقلال في التنمية، الاستقلال في الطرقات يعني النقل بالسكة الحديدية. الجزائر قارة، يعني السكة الحديدية ما تمشي بين الجزائر إلى مثال البرج تضرب بها حبة 6 ساعات، يعني صراحة قديمة جدا يعني مقارنة بالدول المتقدمة. طيب. لا تطور في النقل سعود. ولا تطور في التعليم ولا تطور في الحياة المواطن، بالخص المواطن البسيط اللي يتقاضى زوج ملايين في الشهر. يعني صراحة أنا صمت رمضان في البلاد وشفت الغلاء شحال غالي الحالة. طيب سأعود لك صالح، أتحول إلى الجزائر مع محامي وناشط الحقوقي بالقاسم نايت صالح. سيد بالقاسم نايت صالح في آخر الحصر، نريد أن نتحدث يعني على واقع الجزائر. تحدثنا على الكثير من الجوانب المتعلقة بالتعليم، بالتنمية، بالصحة، بكثير من الجوانب، معك نريد أن نتحدث ونختم بالجانب الحقوقي والممارسة السياسية في الجزائر. كيف تنظر إليها أنت بعد 50 سنة 56 سنة من الاستقلال؟
يعني شيء مؤسف. أولا نترحم على شهداء تحرير الوطن، ولكن رسالة من ضحى لم تصل إلى مبتغاها. يعني الجزائري الآن بعد 55 أو 56 سنة من الاستقلال يعني حريته تحت الرقابة. يعني المواطن بعد 55 سنة لي هناك فئتين من الجزائريين، والجزائريين غير متساوين أمام القانون. هذه حقيقة لابد أن ننظر إليها، وليست كما أنا تابعت الحصة وشد بأن فيه كلام يعني من سيدات وإحنا أنجزنا. إحنا حطمنا الجزائري وعقلية الجزائرية والتربية الجزائرية حطمت 55 سنة، يعني تم تدميرها. الشخصية الجزائرية تم تدميرها إما يتعلق بالحقوق والحريات. عن أي حقوق وعن أي حريات؟ أنا أقول لك اليوم الجزائريين غير متساوين أمام القانون. حريتهم يعني سواء كانت سياسية أو في التجمع أو في التعبير هي تحت الرقابة. يعني كيف يمكن أن نتكلم عن استقلالية عن استقلال؟ إحنا استقلنا عن الاستعمار، ولكن لم نبني الجزائر، لم نبني الجزائري، لأن يعني العنصر المهم هو الجزائري. يعني الجزائري غير متساوين في الحقوق، ليست لديهم عدالة تحفظ لهم حريتهم، ما عندناش قضاء مستقل. على أي إنجاز تتكلم؟ يعني من ضحى بالغالي والنفيس حتى يستقل الجزائري ويصبح الجزائري مثل باقي الشعوب، يعني ما عندوش الحق حتى يختار رئيس بلدية. وتقول لي أنك بعد 55 أنجزت، ماذا أنجزت؟ طيب ما هو المطلوب ما هو المطلوب لإعادة مبادئ نوفمبر، ومن أجل أيضا إنجاز أهداف الثورة، وأيضا كل ليلة الثورة باستقلال، لكن المطلوب ما بعد الاستقلال ما هو؟ يعني كيف يمكن أن يصل الجزائر لما كان يريده الشهداء بالأصل؟ هو تحرير الجزائري. يعني الجزائري غير حر، لم نبني الجزائري القرن الحالي، مبنيناش. المرجو أن المجتمع الجزائري يلتف حول رسالة نوفمبر، يعني يخرج الجزائري من عقلية التخلف والرداءة يعني والتقشير والتحطيم. نحن شعب ضحى لاستقلال وحرية وكرامة، لا يمكن أن يدوس على كرامة الجزائري بهذا الشكل المهين. يعني الجزائري ما عندوش الحق حتى يختار رئيس بلدية، يعني يكفي هذا السيطرة وهذا القمع الممارس. حتى الفكر وصبحت ناس يعني ما عندها حتى شرعية تفرض راسها، تفرض روحها على الجزائري. أليست من حقنا احنا كشعب جزائري ضحى أن نكون أحرار في وطننا، أن نعبر عن رأينا بسلم، وأن نبني مجتمعا راقي. المصيبة هي في المجتمع الجزائري، تم تحطيم القيم التي كان يفتخر بها الجزائري. أنوفة الجزائري أصبحت ليست، يعني الجزائري أصبح حتى من يخرج الدولة يعني ينعت. نحن شعب له كبرياء وضحى. إحنا أكبر ربما في تاريخ الإنسانية. الجزائري سجل أسمع بروح بحروف من ذهب وأعطى روح للحرية. أنت في الجزائر الآن تخاف تقول كلمة الحق؟ يعني أين نحن ذاهبين؟ نحن على المجتمع الجزائري أن يلتف حول رسالة نوفمبر، وأن يخرج من عقلية اختلاسي وتفوت. هذا وطننا ليس للجزائري بلد أو جهة بديلة. لدينا حق في هذا البلد ونمارس حقنا في هذا البلد، ولكن في إطار احترام القانون، بناء دولة الحق والقانون، متساوي جزائريين أمام القانون، حقنا في عدالة مستقلة.
شكرا جزيلا لك سيد بالقاسم نايت صالح، واعذرني فقط لضيق الوقت، المحامي والناشط الحقوقي حدثنا من الجزائر. باختصار كلمة في الختام. الله يشكر المتابعين وشكر لخاوتنا الجزائري في كل قارة العالم، عليكم بإعادة التربية والتأهيل والتهذيب، هذا وما ينفع في الوقت هذا، لازم الشعب يقرأ شوية ويعرف مصالحه ويتوحد ويتخاوى. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا لك صالح محمد معريش المدون والناشط الميداني، شكري أيضا موصول لسيد مصطفى أمين الصحفي والناشط الحقوقي، وكذلك عبد القادر غازي الناشط في المجتمع المدني حدثنا من بشار. أشكر زهرة فاسي المختصة الاجتماعية من الجزائر، وعبد الوهاب وهابي الشقيق السجين يوسف وهابي. وفي الختام أجدد لك الشكر سيد القاسم نيت صالح، الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم واهتمامكم، ونهنئ الشعب الجزائري في الختام بهذه الذكرى، ذكرى الاستقلال المجيدة. شكرا لكم وإلى اللقاء. تصحى صالح، بارك الله.